السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي مادة الفيزياء برنامج مدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، النهاردة هتبقى حلقة مميزة لأننا هنبتدي نتكلم عن موضوع جديد من مواضيعنا، وهو The Electromagnetic Induction. طب إيه هي معنى الإلكتروماجنتيك إندكشن فينومينا؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة هنتكلم عن تجربة عملها ساينتست اسمه فارادي. طب ايه هي التجربة بتاعته؟ تعالوا مع بعض نحاول مع بعض نوصل للي فارادي قدر يوصل له ويستنتجه من تجربته. تجربة فارادي ببساطة، لو مسكنا البيج قسمناها اربع اجزاء كده اعزائي الطلاب، هنتكلم ان فارادي في تجربته كان فيه اربع خطوات. اول خطوة اعزائي الطلاب ان هو جايب لي كويل. الكويل ده كان موصله بجلفانو ميتر. يبقى تعالوا نتكلم على الخطوات اللي عملها فارادي. يبقى انا عندي كويل كان متوصل بجلفانو ميتر وجايب لي ماجنت. يبقى لو انا قلت لك ايه هي التولز اللي استخدمها فارادي في تجربته، بشكل بسيط عباره عن كويل كونكتد تو اجلفانو ميتر اند اماجنت. بالاجهزه دي عمل اربع خطوات. يا ترى ايه هي الخطوات اللي عملها؟ تمام، هنتكلم عنها وهنحاول نوصل للي فارادي قدر يوصل له. طيب فارادي في اول خطوه عمل ايه اعزائي الطلاب؟ احنا طبعا عندي كويل وعندي سورس اوف ماجنتيك فيلد اللي هو الماجنت. فارادي في اول خطوه عمل ابروتش ذا ماجنت توارد ذا كويل. اول خطوة عملها فارادي عمل ابروتش للماجنت، قرب الماجنت من الكويل. طب فارادي لما جه قرب الماجنت من الكويل حصل ايه اعزائي الطلاب؟ لقى البوينتر اوف ذا جلفانوميتر ديفليكتس. الله، يعني لما فارادي جه قرب الماجنت من الكويل لاحظ ان البوينتر اوف ذا جلفانوميتر ديفليكتس. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في كرنت اتولد هنا. الكرنت ده بيبقى انستنتلي كرنت او مومنتلي كرنت، يعني كرنت لحظي. مجرد ما قربت الماجنت هيتولد الكرنت ده، ومجرد ما الماجنت وقف الكرنت ده هيختفي والبوينتر يرجع للزيرو تاني. تاني حاجة اعزائي الطلاب، عمل ويزدرو، يعني ابتدى يبعد الماجنت عن الكويل. طب لما جه يبعد الماجنت عن الكويل ايه اللي حصل؟ لقى ان البوينتر ديفليكت بس ان ذا اذر سايد. لقى ان البوينتر ديفليكت اتحرك بس في الناحيه الثانيه. معنى كده برضو ان انا في كرنت اتولد في الكويل بدليل ان البوينتر اوف ذا جلفانوميتر ديفليكتد. اخر خطوه اعزائي الطلاب، ثبت الماجنت في مكانه، لا قربه ولا بعده. لقينا ان البوينتر فيكسد ات ايتس بليس او ات زيرو سكيل. لقينا ان البوينتر ما اتحركش من مكانه خالص. يبقى في اخر خطوه خلى الماجنت ستاتيك ات ايتس بليس. فلما ساب الماجنت ثابت في مكانه لقى ان مفيش بوينتر، حصل له ديفليكشن. اخر خطوه عاد نفس التجربه دي بس باستخدام كويل عدد لفاته اكتر. باستخدام كويل عدد لفاته ايه؟ اكتر من الكويل اللي استخدمناه في الخطوات اللي فاتت. لاحظ ايه اعزائي الطلاب؟ وعمل ابروتشنج ويز دروينج، ودي اخر ستيب. ابتدى يقرب الماجنت ويبعده. لاحظ ان البوينتر ديفليكت بس الديفليكشن بتاعه كان اكتر من الحالتين اللي فاتوا. يعني معنى كده ان الكهرباء في الحاله اللي تحت دي اللي اتولدت كانت ازيد من حالتين اللي فوق. تعالوا نراجع خطوات تجربه فارادي. قلنا فارادي عمل ابروتش ذا ماجنت توارد ذا كويل، ابتدى يقرب الماجنت ناحيه الكويل فلقى ان البوينتر اوف ذا جلفانوميتر ديفليكتس. فمعنى كده ان في كهرباء اتولدت. وجه يبعد
الماجنت من الكويل، لان البوينتر بتاع الجلفانوميتر حصل له ديفليكشن بس ان ذا اوبوزيت سايد، معنى كده برضو ان في كهرباء هنا اتولدت. جاب نفس الماجنت ثبته في مكانه لقربه ولا بعده عن الكويل، لان البوينتر اد زيرو، يعني مفيش كهرباء هتتولد في الحالة دي. عاد نفس الخطوة دي بس ثبت الماجنت جوه الكويل تيرنز، برضو ما لقاش فيه كهرباء. بعد كده عاد نفس التجربة دي بس باستخدام كويل عدد لفاته اكبر، لان الديفليكشن بتاع البوينتر زاد، يعني في الحالة الاخيرة دي الكهرباء برضو هتتولد بس بشدة اكتر. من تجربة فاراداي، فاراداي لاحظ حاجة، ايه هي اعزائي الطلاب؟ ان الكارنت جنريتد في حالتين، في حالة الابروتشنج والويزدروينج، في حالة انك بتقرب الماجنت وبتبعده. دي اول ملاحظة الفرادية، يا ترى ليه الكهرباء اتولدت في حالة الابروتشنج والويزدروينج بس؟ تاني حاجة لاحظها ان في حالة الابروتشنج الكهرباء اتولدت في اتجاه معين، وفي حالة الويزدروينج الكهرباء اتولدت في اتجاه معاكس، بدليل ان البوينتر عمل ديفليكشن ان ذا اذر سايد. وهم دول السؤالين اللي جم في دماغ فاراداي، يا ترى ليه الكهرباء بتتولد ساعة الابروتشنج وبتتولد ساعة الويزدروينج، لكن بتتولد في اتجاهين مختلفين. سمى الكرنت اللي اتولد هنا سماه اي انديوزد، والفولتج اللي اتولد هنا سماه اي ام اف انديوزد. انديوز معناها بالعربي اللي هي مستحس، يعني انا صنعته، كرييتد ات. فبنقول دلوقتي ان الكهرباء اللي اتولدت هنا اسمها اي انديوزد، والاي ام اف سماه انديوزد اي ام اف. ومن تجربة فاراداي هنستنتج يا ترى ايه هم الثلاث حاجات اللي احنا محتاجينهم عشان نقدر نعمل اندكشن او جنريتنج الكتريك كارنت. يا ترى ايه هم الحاجات اللي انا محتاجهم عشان اقدر اصنع كهرباء؟ طبعا احنا في الحالة دي قدرنا نولد كهرباء من غير استخدام باتري. طب ايه هم الثلاث حاجات اللي انت محتاجهم عشان تولد كهرباء؟ تعال نشوف. فاراداي اول حاجة احتاج ماجنت، يبقى محتاج سورس اوف ماجنتيك فيلد بين قوسين ماجنت. تاني حاجة محتاج كويل، سواء كان سيركولر كويل او سولينويد او اي شكل من اشكال الكويلز. بس محتاج الاثنين دول عشان اولد كهربا؟ لا، لان الكهرباء ما بتتولدش غير في حالة الموشن اللي هي ابروتشنج اور ويزدروينج ذا ماجنت فروم ذا كويل. في حالة انك بتقرب الماجنت من الكويل او بتبعده بتتولد ايه؟ الكهرباء. فده اول حاجة، يبقى انا محتاج ماجنت، محتاج كويل، محتاج موشن. كلام جميل. ساعتها يتولد عندي كارنت، الكارنت ده سميته ايه؟ اي ام اف انديوزد. يبقى تعالى نركز مع بعض، ايه اللي انت محتاجه تاني عشان تولد اندكشن كارنت؟ محتاج ماجنت او اي سورس للماجنتيك فيلد، محتاج كويل مهما يكن شكله، زائد موشن محتاج حركة. التلاتة دول لو جمعتهم مع بعض يقدروا يولدوا لي كهرباء. قلنا الكهرباء دي بنقول عليها induced EMF او induced current. الفينومينا دي ذات نفسها سميناها electromagnetic induction، انك قدرت تولد كهرباء باستخدام ماجنت، عشان كده سميناها ان الكتروماجنتيك اندكشن فينومينا. طب لو هنتكلم عن الكتروماجنتيك اندكشن فينومينا اعزائي الطلاب، هنقول it is the phenomena of generating of induced EMF or induced current in a coil when approaching or withdrawing a magnet towards it. يبقى انا لو هتكلم على الظاهرة تاني هقول ايه؟ it is the phenomena of generating of induced current or induced EMF in a coil by approaching or withdrawing a magnet towards it. يبقى أول حاجة فاراداي وصل لطريقة الإلكتروماجنتيك إندكشن أو صناعة الكهرباء الإنديوزد اللي إحنا إتكلمنا عنها، ماجنت كويل زائد موشن. بس كان عنده تساؤلين مهمين جدا ودول اللي إحنا هنحاول نجاوبهم.
ليه محتاجين موشن؟ يعني ليه الكهرباء اتولدت ساعة الابروتشنج وليه الكهرباء اتولدت ساعة الويزدرونج بس؟ لكن لو الماجنت ثابت مش هتتولد كهرباء. ده أول سؤال جه في دماغ فاراداي، ليه الكهرباء اتولدت ساعة الابروتشنج وليه الكهرباء اتولدت ساعة الويزدرونج بس؟ لكن لو الماجنت ثبت مش هنقدر نولد كهرباء. تاني سؤال جه في دماغ فاراداي، ليه الكهرباء في حالة الابروتشنج generated in a certain direction وفي حالة الويزدرونج اتولدت في اتجاه تاني؟ ليه لما قربنا الماجنت اتولدت في اتجاه معين ولما الماجنت بعد اتولدت في الاتجاه التاني؟ تعال نشوف مع بعض. يا ترى ايه اللي بيحصل لما بقرب الماجنت من الكويل؟ اول حاجة احنا عارفين ان الماجنت بيطلع منه ماجنتيك فلوكس بالشكل ده، ففي حالة الابروتشنج الماجنت تو ذا كويل ساعتها بنقول ان في ماجنتيك فلوكس بيحصل لها انكريس، يعني بيحصل تشينج في الماجنتيك فلوكس، نوع انكريس تشينج ان ذا ماجنتيك فلوكس. يعني وانا بقرب الماجنت من الكويل الماجنتيك فلوكس اللي بيأثر على الكويل بيزيد لان عدد الخطوط اللي بتخبط فيه بتزيد. طيب وانا ببعد الماجنت من الكويل هل برضو الماجنتيك فلوكس هتزيد؟ لا، لقينا ان الماجنتيك فلوكس هتقل بس حصل لها تشينج. طب في الحالة الثالثة لما الماجنت ثبت هنلاقي برضو ان بيأثر عليه ماجنتيك فلوكس بس ماجنتيك فلوكس ثابت، يعني اللي تشينج في الماجنتيك فلوكس ايكوال زيرو. وكده احنا جاوبنا على اول سؤال سأل عليه فاراداي، ليه في الحالتين دول بس اتولدت كهرباء؟ في الحالتين دول بس اتولدت كهرباء عشان حصل تشينج في الماجنتيك فلوكس، يعني حصل تغير في الماجنتيك فلوكس سواء كان بزيادة او بنقصان. يعني في الحالة دي الكويل اتأثر بماجنتيك فلوكس عالي، اما في الحالة دي الكويل اتأثر بماجنتيك فلوكس واطي جدا. في الحالة الثالثة الماجنتيك فلوكس كان كونستنت، فبالتالي ما قدرش يولد اي ام اف. يبقى عرفنا ان الكهرباء عشان تتولد مرتبطه باللي تشينج ان ذا ماجنتيك فلوكس، يعني لازم الماجنتيك فلوكس يزيد او يقل. يبقى دي اول حاجه عرفها فاراداي، لكن طول ما الماجنتيك فلوكس ثابت اللي بيأثر على الكويل مش هتتولد كهرباء. تاني حاجه لاحظها فاراداي ان انا لو استخدمت كويل بعدد لفات اكتر هلاحظ حاجة مهمة، ان الكهرباء اللي هتتولد هتزيد بدليل ان الديفليكشن بتاع البوينتر زاد، فلاحظ ان عدد اللفات برضو مؤثر. يبقى انا عشان اولد كهرباء هلاقي ان الكهرباء اللي اتولدت دي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التشينج في الماجنتيك فلوكس وبتعتمد على النمبر اوف تيرنز. طب تعالى نتكلم تاني مع بعض كده. فاراداي قالك ان الاي ام اف انديوس بتعتمد على ايه؟ على اللي تشينج في الماجنتيك فلوكس وعلى النمبر اوف كويل تيرنز. طب تعالوا نكتبها مع بعض. يبقى اول حاجه فاراداي لاحظها ايه؟ لاحظ ان الاي ام اف مالها؟ الاي ام اف بتعتمد على اللي تشينج او ذا ريت اوف تشينج اوف ذا ماجنتيك فلوكس، دي اول بوينت، وكمان بتعتمد على ان دايركت بروبورشنال ريليشن. تاني حاجة لاحظها ان الاي ام اف دايركت بروبورشنال وذ ذا نمبر اوف تيرنز. لاحظ ان الاي ام اف اللي اتولدت دي بتبقى بتعتمد على عدد لفات الكويل اللي انت بتستخدمه. اذا الاي ام اف بتعتمد على حاجتين، نمبر اوف كويل تيرنز and the rate of change of the magnetic flux cut by the coil. وده نص قانون فاراداي، قال لك مفيش كهرباء هتتولد غير لما يكون عندي change في الماجنتيك فلوكس، يعني الماجنتيك فيلد اللي بيأثر على الكويل يكون زيادة أو نقصان. طب تعالوا نكتبها مع بعض، يلا أعزائي الطلاب يلا نتكلم عن فاراديز لو. تعال نشوف فاراديز لو قال لي ايه، ويعتبر ده اساس الكهرباء اللي داخلة البيوت والمنازل والمصانع، يعتبر هو ده اساس فعلا انتاج الكهرباء باستخدام الدينامو. يعني القانون ده مهم جدا. يبقى بنقول فاراداي قال لي ايه؟
قال لي the induced EMF in a coil مالها is in direct relation. ال induced EMF in a coil بتبقى in a direct relation, تبقى في direct relation with a number of coil turns, تبقى direct relation with the number of coil turns. ممتاز جدا. يبقى أول حاجة بتعتمد عليها ال in and with rate of a change of magnetic flux linked أو cut by the coil with the coil. يبقى لاحظ ان الـ EMF بتعتمد على حاجتين, بتعتمد على عدد لفات الكويل اللي انت بتستخدمه وعلى الـ change in the magnetic flux. مهما يكون الـ change ده بالزيادة او بالنقصان, المهم ما يكونش الـ magnetic flux ثابت. ومن هنا ظهر قانون فارادي EMF equal N delta phi over delta T. طب تعالوا نتكلم على القانون ده كده ونبسطه مع بعض اعزائي الطلاب. يعني بنقول باختصار كده اعزائي الطلاب ان الـ EMF بتساوي ايه؟ قلنا N delta phi over delta T. طب تعالوا نبسط القانون. N اللي هي عدد لفات الكويل, دلتا phi اللي هي جاية من الماجنت, دلتا phi دي هفكها بـ phi 2 minus phi 1 over delta T اللي هي T 2 minus T 1 بالشكل ده. يبقى زي ما احنا شايفين لازم يحصل تشينج في الماجنتيك فلكس cut by the coil. القانون ده ممكن ابسطه لشكل تاني. احنا كلنا عارفين ان الماجنتيك فلكس هي ايه؟ B في A. يعني اقول N دلتا B A over دلتا T. طب يلا كده نوضحها لعزيز الطالب. الـ EMF دي هتتولد في الكويل, N دي عدد لفات الكويل, A هي الـ area of the coil, B هي الـ B اللي جاية من الماجنت. سهلة؟ كلام جميل. يعني هنفكها برضو, هنقول N لازم يحصل تشينج B2 minus B1 في الـ area over delta T اللي هي T2 minus T1. يعني لازم يحصل تشينج لإما في الماجنتيك فلكس لإما في الـ area. يعني ممكن اقول بي اي 2 ماينس بي 1. يبقى عشان تتولد كهرباء لازم يحصل تشينج في الماجنتيك فلكس كات باي ذا كويل. ممتاز جدا. يبقى الاي ام اف ايكوال دلتا فاي على الدلتا تي تايمز النمبر اوف تيرنز. وكده عرفنا اول جزء سال عليه فرضية, ازاي الكهرباء تتولد عن طريق ان انا احرك الماجنت توارد ذا كويل او ابعده عنه. عشان لو انا قربته هعمل increasing change in the magnetic field. طب لو بعدت الماجنت عن الكويل برضه هعمل change بس بديكريسنج, ومش فارق هنا الزياده او النقصان. يعني مش ده اللي هيطلع كهرباء, عشان في ناس ممكن تفهم ان انا لو الماجنتيك فلكس زاد يولد كهرباء اكتر من لو قل. لا بالعكس, هو يهمني change, يعني زاد بقد ايه وقل بقد ايه, ده اللي ياثر في الكهرباء اللي هتتولد. طب لغاية دلوقتي مفيش أي مشاكل, هو كده احنا جاوبنا على الجزء الأولاني. ليه الكهرباء بتتولد ساعة الموشن بس؟ عشان قلنا ساعة الموشن بيحصل تشينج في الماجنتيك فلكس وتشكات ذا كويل, لكن لو الماجنتيك فلكس ثابت مش هتتولد كهرباء. الجزء التاني بقى اللي فرضي لسه ما جاوبش عليه, طب ليه وأنا بقرب الكرنت تتولد في اتجاه معين ولما جيت أبعد الماجنت الكرنت تتولد في الاتجاه التاني؟ ده فرضي ما جاوبش عليه. مين اللي جاوب عليه؟ ساينتست تاني اسمه لينز. وطبعا طالما جبنا سيرة لينز هنتكلم عن لينز رول. لينز هو اللي جاوبها, قال لي ايه؟ تعال نشوف الحالتين
كده مع بعض ونشوف لينز رأيه ايه. تخيل كده ان انا عندي ايرون كور بالشكل ده، والكويل زي ما احنا شايفين ملفوف حواليها كده. ومتوصل بالجلفانوميتر اللي احنا عارفينه. وهنا الماجنت. هندرس الحالتين اللي ولدوا الكهرباء، اللي هي الحالة الأولى، وهندرس الحالة الايه؟ التانية، اللي هي حالة الابروتش وحالة الويز دروينج. تعال نشوفها مع بعض كده عزيزي الطالب. طب قبل ما نتكلم عنها، يا ترى ايه فايدة الايرن سلندر اللي انا حطيتها في التجربة دي؟ يلا نفتكر من الكلام القديم. طبعا increase the permeability، فبيزود التشينج في الماجنتيك فلكس. تعال نشوف في الحالة الأولى، في حالة الابروتش، ايه اللي بيحصل أعزائي الطلاب؟ في حالة الابروتش لو أنا بحاول أقرب الماجنت من الكويل، قلنا الماجنتيك فلكس اللي بيأثر على الكويل بيكون نوعه increase magnetic flux، يعني الماجنتيك فلكس اللي بيأثر هنا بيكون بيأثر بالزيادة. فالكويل بيلاقي ان الماجنتيك فلكس اللي بيأثر عليه جاي بزيادة، عمال يزيد عليه، فبيحاول يدافع عن نفسه ان هو يولد opposite magnetic field، فبالتالي هيولد هنا north pole وهيولد هنا south pole عشان يطلع magnetic flux في عكس الاتجاه، عشان الماجنتيك فلكس اللي بيأثر عليه بالزيادة فيحاول يدافع عن نفسه، فهيولد هنا نورث بول وهنا ساوث بول عشان يعمل ريبالشن مع الماجنت اللي عمال يقرب ايه منه. يبقى لو الماجنت انا عملت له ابروتش تو ذا كويل، الكويل بيحاول يدافع عن نفسه وبيحاول يعمل ريبالشن، يعني لو الماجنت جه يقرب منه الكويل بيحاول يبعد الماجنت تاني يزقه. طب يزقه ازاي؟ ان هو يولد هنا نورث بول وهنا ساوث بول، فبالتالي يحاول يزق الماجنت لبعيد تاني عشان يعمل معاه ريبالشن، يولد له لايك بول بحيث نورث مع نورث يعملوا ريبالشن. طيب تعال نطبق امبير رايت هاند رول. لو النورث بول هنا يبقى الكرنت ماشي في الاتجاه ده، يبقى هنلاقي ان الكرنت هيتولد في الاتجاه اللي احنا شايفينه ده، فالبوينتر هيروح ناحيه اليمين عشان ده الانديوزد كرنت. تعال نشوف الحاله الثانيه. لو انا بحاول اعمل ويزدرو، بحاول ابعد الماجنت من الكويل، ساعتها الماجنتيك فلكس هيبقى ديكريس. الكويل هيحاول يعمل له اتراكشن، يحاول يشده لما لقى الماجنت بيبعد عنه بيحاول يعمل له اتراكشن. طب يعمل له اتراكشن ازاي؟ هنا نورث بول فيولد له هنا ساوث بول، بحيث ساوث بول مع نورث بول يعملوا اتراكشن ويولد هنا نورث بول. فلو طبقنا امبير هنلاقي ان الكرنت ادي هو دايما الثمب او الابهام بيشاور ناحيه النورث بول، فالنورث بول ناحيه اليمين، يبقى الكهرباء هتمشي في الاتجاه ده اعزائي الطلاب لتحت بالشكل ده، فالبوينتر يروح الناحيه الثانيه. فلينز قدر يجاوب لفرادي ليه الكهرباء عكست اتجاهها. يبقى من لينز رول هنفهم ان الكويل بيحاول يدافع عن نفسه. يعني ايه؟ يعني لو الماجنت حب يقرب منه بيبتدي يولد نورث بول وساوث بول الناحيه الثانيه بحيث يعمل له ريبالشن. يعني لو الماجنت جه يقرب مني انا بحاول ابعده، الكويل بيحاول يبعد الماجنت بيحاول يعمل معاه ريبالشن، فبيولد له لايك ماجنتيك بولز عشان يزقه البعيد. طب لو الكويل الماجنت حاول يبعد عن الكويل، لا الكويل ساعتها بيحاول يعمل له اتراكشن فيولد هنا اوبزيت بول، يعني وهنا نورث يحط له ساوث بحيث يحاول يشده ايه ناحيته. يبقى هنلاحظ ان الكويل بيشتغل دايما عكس الماجنت، لو الماجنت جه يقرب منه هو يعمل ريبولشن مع الماجنت، ولو الماجنت حب يبعد عنه يعمل له اتراكشن. طب تعالوا ناخد كده فكره بسيطه جدا ونشوف الكلام ده. تخيل ان انا معايا ماجنت بالشكل ده، الماجنت ده مربوط بواير، وهنا عندي اتنين كويلز، واحد الناحيه اليمين بالشكل ده كده ومتوصل بجلفانوميتر، وهنا زي ما انت شايف هنا ليه تو بولز A و B، وهنا في
كويل الناحية التانية برضو، كويل الناحية التانية نفس الفكرة، متوصل بجلفانوميتر بالشكل ده، البوينتر بتاعه في الميدل، وهنا نسميها اكس وواي. اول حاجة بقول لك تخيل ان الماجنت بيتحرك في اتجاه اليمين، اتجاه الشمال اعزائي الطلاب، to the left side. الماجنت جاي بيتحرك ناحية الليفت سايد، يعني بيتحرك بالشكل ده. يا ترى ايه هي البولز اللي هتتكون عند الاي والبي والاكس والواي؟ ايه هي نوع الماجنتيك بولز؟ وحدد لي اتجاه الكهرباء في الاثنين كويلز. تعال نتكلم مثلا على الكويل الاولاني اللي هو هنسميه كويل 1، وده هنسميه كويل. احنا شايفين الماجنت هنا بيحاول يقرب من الكويل ده، فالكويل هيعمل معاه ايه؟ هيعمل معاه ريبالشن، هيحاول يدافع عن نفسه، يقول للماجنت ابعد. طب هيقول له ازاي؟ انت جاي لي النورس جاي ناحيتي، فلازم اولد هنا نورث بول بحيث ازق الماجنت لبعيد واحط هنا ساوث بول بحيث يحصل ريبالشن. يبقى التاني الماجنت بيقرب من الكويل، الكويل هيحاول يدافع عن نفسه ازاي؟ هيجي عند الاكس اكسس يولد نورث بول، وعند الواي اكسس يولد ساوث بول بحيث يقدر يعمل ريبالشن. وهتبتدي تحدد اتجاه الكهرباء بامبير رايت هاند رول. يبقى انت النورث بول ناحيه اليمين، يبقى الكرنت ماشي كده، يبقى الكرنت هيمشي بالشكل ده، فبالتالي البوينتر هيروح الناحيه ده، هي ناحيه الشمال. خلي بالك البوينتر بيمشي مع اتجاه الكهرباء. طب تعالى نروح لكويل بي او كويل 2، هنلاحظ ان الماجنت بيحاول يبعد عنه، فلما الماجنت يحاول يبعد عن الكويل نقول لا، يقول له تعالى مش هسيبك، هعمل معاك اتراكشن، هيحاول يجذبه تاني. طب هيحاول يجذبه ازاي؟ هنا ساوث بول، والساوث بول بتحاول تبعد، فعند الاي هيولد لها نورث بول بحيث النورث بول يعمل اتراكشن للساوث بول، وعند البي هيولد ساوث بول. فنطبق امبير رايت هاند رول، النورث بول هنا في كويل 2 ناحية الشمال، فالكهرباء هتمشي في الاتجاه ده بالشكل اللي احنا شايفينه، فبالتالي البوينتر هيروح ناحية اليمين. يبقى فهمنا من لينزس رول ان الكويل دايما بيولد كهرباء في اتجاه عكس الفاكتور اللي بيأثر عليه، يعني لو الماجنت جه يقرب منه يعمل ريبالشن، ولو الماجنت جه يبعد عنه بيعمل اتراكشن. طب ما تيجي نعرف لينز رول، طالما اتكلمنا عنها احنا فهمناها، تعال نعرفها. ايه بقى اللينز رول بتقول لي ايه؟ بتقول لي the induced EMF، ال induced E work in a direction، ال induced EMF بتشتغل في اي اتجاه؟ The induced EMF works in a direction oppose the change that produce it. That produce it. يبقى نقولها تاني. The induced EMF works in a direction oppose the change that produce it. ال EMF بتشتغل في اتجاه عكس الفاكتور اللي بيسببها. طب لو ده بالنسبة لتعريفها، لو قلت لك ايه هي اليوزس او الفانكشن او الامبورتنس اوف لينز رول، ايه فايدة لينز رول دي بعد ما شرحناها؟ عن طريقها اقدر اعمل ايه؟ ديتيرمن دايركشن اوف انديوزد كارنت. قدرت عن طريقها اعرف اتجاه الايه؟ الانديوزد EMF او الانديوزد كارنت ان اكويل. يبقى في فرق بين تعريفها واستخدامها واهميتها. احنا بنقول بالنسبه لتعريفها لينز رول بتقول لي the induced EMF works in a direction oppose the change that produce it. اما استخدامها determine the direction of the induced EMF او الانديوزد كارنت ان اكويل. يبقى كده ده تعريف لينز رول وده استخدامها. تعالى نكتب قانون فاراداي تاني ونفتكره. فاراداي قال لي ان الـ EMF direct relation with the number of turns and the direct relation
with the change of the magnetic flux. هنضيف بقى الفارادي رول هنحط نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف دي؟ نيجاتيف دي بترمز للينزس رول. بترمز للينزس رول بتقول لي ان الاي ام اف اللي هتشتغل دي هتشتغل في اتجاه عكس الحاجه اللي سببتها، فبالتالي حطينا لها نيجاتيف. النيجاتيف دي تعني الدايركشن بتاع الاي ام اف عكس الحاجه اللي سببتها. تمام اعزائي الطلاب، ما ننساش ان الفاي دي بتساوي بي اي ساين سيتا. السيتا اللي كانت ما بين الكويل اللي هي الاريا والماجنتيك فيلد. يعني معنى كده لو ان الكويل ده موجود اعزائي الطلاب بيربنديكولار للماجنتيك فيلد، لو البي اثرت بيربنديكولار على الاريا يعني الفاي هيبقى ماكس، لان الخطوط كلها خبطت في الكويل ذات نفسه. اما لو الكويل كان جاي بارلل، الاريا بتاعت الكويل جايه بارلل للماجنتيك فلوكس، يعني الخطوط معديه بارلل ما خبطتش فيها، ساعتها هنقول للماجنتيك فلوكس مينيمم اللي هي ايكوال زيرو. خد بالك من الحته دي قوي. يبقى لو الكويل جاي بيربنديكولار للماجنتيك فيلد ساعتها بنقول ان اثرت عليه ماجنتيك فلوكس عاليه، لكن لو جاي بارلل ساعتها بقول ايه؟ ان ما تاثرش باي ماجنتيك فلوكس. طب تعالى نتكلم هنا مع بعض. احنا قلنا فاراداي قال لك مش هتتولد اي ام اف غير لو حصلت تشينج ان ذا ماجنتيك فلوكس كات ذا كويل. طب ما تيجي نبص مع بعض كده عزيزي الطالب للثلاث حالات دول. الاي ام اف ايكوال ان دلتا فاي على الدلتا تي. تعال نبص للثلاث حالات دول عزيزي الطالب. نفترض ان الكويل كان بادي من الماكسيمم بوزيشن اللي هي الماجنتيك فلوكس كانت ماكسيمم، يعني كان بيربنديكولار للماجنتيك فيلد، وحصل له روتيشن باي ا كوارتر سايكل، يعني ضرب زاويه كام؟ 90 بس من الماكسيمم بوزيشن. ازاي يا مستر؟ يعني في الاول الكويل كان بيربنديكولار وبعد كده قلبته بزاويه 90 فبقى ايه؟ بقى بارلل. يعني الماجنتيك فلوكس كانت جايه كده، في الاول كانت بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد وقلبته بزاويه 90 زي ايديا بالظبط كده مثلا، الكويل كان كده والماجنتيك فلوكس كلها جايه فيها، لكن لما الكويل يلف بزاويه 90 يعني يبقى بارلل، الماجنتيك فلوكس مش هتخبط فيها تاني. الكويل بدا اهو من الماكسيمم بوزيشن كل الخطوط بتخبط فيه، فالفاي كان ماكسيمم. لما يلف كده بزاويه 90 ويبقى بارلل مفيش ولا لاين هيخبط فيه، فبنقول ان الفاي في الاول كانت ماكسيمم لكن الفاي بعد كده بقت زيرو. ساعتها اقول ان اللي تشينج في الماجنتيك فلوكس بيساوي فاي ماينس زيرو بيساوي فاي. ادي اول تشينج ممكن يحصل. طب تخيل معايا ان هو لف نص لفه. يعني ايه لف نص لفه؟ يعني بقول ان هو لف بزاويه 180، يعني ساعتها ممكن اقول ان الكويل اوفر تيرند، يعني الكويل جبته قلبته على وشه، قلبته بزاويه 180، او الماجنتيك فيلد دايركشن از ريفيرسد. يعني ازاي يا مستر؟ يعني الكويل كان ماكسيمم ولف بزاويه 180 فبقى ماكسيمم، بس اتجاهه اتغير. يعني لو الاي بي هنا لما يجي يلف 180 هيبقى البي ايه هنا. ازاي يا مستر؟ يعني كده، يعني الكويل بالشكل ده الماجنتيك فلوكس جايه كلها بتخبط في الوش هنا. شايفين لو افترضنا ان ده كويل الماجنتيك فلوكس كلها بتخبط فيه، فكان في وضع ماكسيمم، لف بزاويه 90 بقى بزيرو، لف بزاويه 180 رجع ماكسيمم تاني بس خبط في الوش التاني بتاع الكويل. يعني الكويل اهو بقول اوفر تيرند، يعني بدل ما بيخبط في كف ايدي اللي هو مثلا الفيس ايه مثلا من الكويل، لا راح خبط في ظهر ايدي. يعني شايفين الكويل كده كان ماكسيمم فجاه اوفر تيرند، يعني قلبته على وشه التاني فابتدى يخبط في الوش التاني، فلسه ماكسيمم بس نيجاتيف ماكسيمم، لانه بدل ما بيخبط في السيرفس ده خبط في النيجاتيف سيرفس الوش التاني. فبنقول ايه؟ ان في الاول الماجنتيك فلوكس كانت فاي، بعد كده الماجنتيك فلوكس اتحولت لماكسيمم بس نيجاتيف ماكسيمم لانها خبطت في الوش التاني، فساعتها اقول ان الفاي اللي تشينج ان ذا فاي هيساوي فاي ماينس ماينس فاي، يعني يديني 2 فاي. يبقى اللي تشينج هنا ب 2 ايه؟
فاي عشان لو عوضت فيها في القانون، لان بشيل التشينج في الحاله دي هشيل التشينج واحط فاي، اما في الحاله دي هشيل التشينج واحط 2 فاي. طب لو الكويل كمل 1 سايكل لف لفه كامله يعني لف ب 360، يعني مثلا كان هو كده ولف لفه كامله ورجع لنفس البوزيشن بتاعه مفيش اي اختلاف، فساعتها هنقول ان هو كان ماكسيمم ورجع تاني للماكسيمم، فالدلتا فاي هتساوي فاي ماينس فاي هتساوي زيرو، فبالتالي مفيش اي ام اف في الحاله دي افريج انديوسد. سهل الكلام ده؟ يبقى احنا كده عرفنا التشينج في حاله الربع سايكل وفي حاله النص سايكل وفي حاله الكومبليت سايكل من الماكسيمم بوزيشن. تعالى نعوض بقى في القانون كده اعزائي الطلاب، نعوضها مع بعض. يلا اكتب معايا، يبقى احنا قلنا الاي ام اف بتساوي ايه؟ ان دلتا فاي على دلتا تي. لو لف الكوير ربع لفه، ربع لفه اللي هي بنقول ايه؟ سيتا ب 90، ساعتها قلنا التشينج بيساوي فاي ماينس زيرو اللي هو بيساوي فاي. ساعتها القانون هيتكتب ازاي؟ اي ام اف نيجاتيف ان، هتشيل الدلتا فاي واحط فاي اوفر التي. ممتاز جدا. طب لو لف نص لفه زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي هو لف بزاويه 180، ساعتها هنقول هو كان ماكسيمم وبقى نيجاتيف ماكسيمم، يعني كان فاي وبقى نيجاتيف فاي، فساعتها هيبقى ب 2 فاي. فساعتها الاي ام اف هتساوي نيجاتيف ان واشيل الدلتا فاي واحط ايه؟ 2 فاي على التي. طب لو فكيتها للبي ايه؟ هتبقى ان 2 بي ايه على التي. وخلي بالك هنا بقى مش شرط اقول لك ان هو لف نص لفه، ليها اربع اشكال. هقول لك لف نص لفه، لف بزاويه 180، الكويل اوفر تيرند يعني كان على وجه معين وقلبته على الوجه الثاني، او الدايركشن اوف ذا ماجنتيك فيلد از ريفرسد او عكست اتجاه الماجنتيك فيلد، بدل ما هو جاي من الشمال لليمين خليته يجي من اليمين للشمال، عكست اتجاه الماجنتيك فيلد. اخر حاجه لو قلت لك لف سايكل كامله، ساعتها قلنا التشينج في الماجنتيك فلكس هيبقى فاي ماينس فاي اللي هو هيديك زيرو، فساعتها الاي ام اف هتساوي زيرو، مش هتتولد هنا افريج اي ام اف. طب ما تعالوا نطبقها كده مع بعض اعزائي الطلاب ونحاول نحلها. تعالوا ناخد المساله دي نحلها مع بعض. if a rectangular coil of 100 turns its dimensions are 3 centimeter and 6 centimeter is affected by magnetic flux of 0.1 tesla. Find the induced EMF if coil rotates from perpendicular position or normal position by angle أول حاجة 90 and by angle 180. angle 90 اللي هو لف complete cycle، فهنقول ال EMF equal in delta phi اللي هي الدلتا بي اي على الدلتا تي، وقلنا هنا الدلتا بي هنفكها والدلتا فاي هتبقى عادي بي اي على تي، فهنقول عدد اللفات اللي هي ال 100 في الماجنتيك فلوكس اللي هو 0.1 في الاريا اللي هي عندي طبعا كام؟ 0.03 عشان دي بالسنتيمتر، 0.03 في ال 0.06 مقسومه على التايم اللي هديهولك.
لانه هنا لف ايه ربع لفة. طب لو لف لفة كاملة قلنا القانون بيتحدد فيه 2، يعني ان هنختم بعد المسألة. 2 بي ايه على تي، يعني هنقول عدد اللفات 100 في الماجنتيك فلكس في 2 في الاريا اللي هي عندنا اللي هي 0.03 في 0.06 مقسومة على التايم. يبقى الفكرة كلها ان انا هنا بحط 2 في القانون، لكن هنا القانون بيبقى هو عادي، هنا عشان لف نص لفة وهنا ربع اللفة. أعزائي الطلاب، أتمنى إن أنا أكون وضحت لكم قانون فاراداي. بإذن الله المرة الجاية هيبقى فيه شغل فيه أكتر، هجيب لكم مسائل أدربكم على قانون فاراداي بأشكال كتيرة بحيث أثبت المعلومة. أقول لكم شكرا لكم أعزائي الطلاب، نتقابل في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.